اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها. يا ليت، دقيقة دقيقة، متى سمعت هذه الآية؟ سمعتها من الشيخ منصور. قبل كم؟ أنا كل يوم أسمع الشيخ منصور. لا بس أول مرة تقريبا قبل كم؟ أول مرة تعرفت عليها منتزه خليفة. قبل سنة تقريبا. إيه. طيب إيش هي الآية؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله يسعدك. خلاص أنا بأفنش الشيخ منصور من اليوم، أنت تروح مع المحاضرات. إيش أثرت فيك؟ حياتك تغيرت للأحسن للأفضل، كيف مشاعرك؟ كيف قلبك؟ والله مرتاح. من بعد القرآن؟ من بعد القرآن. وعلاقتك مع الله زانت؟ الله يوفقك، الله يوفقك. إحنا سعيدين جدا بشوفتك، أسأل الله أن يرضى عنك. بارك الله فيك. الشيخ نايف، نسمعها من الشيخ منصور. الشيخ نايف صدقني منك أحلى كان. الله أكبر، بالله خليه عيدة. تفضل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله يطمئن قلبك،